واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. المحاضرة الثانية في البويلرز، وزي ما قلنا لحضراتكم المحاضرة السابقة كنا ركزنا على الفاير تيوب بويلر، ولقينا في آخر المحاضرة إن هناك يعني limitations موجودة بالنسبة للبريشر والكاباسيتي. عشان بس نفكركم بالمحاضرة، احنا هنا قلنا يعني حتى من ناحية التصنيع هنلاقي إن الشيتس بتاعتنا بتاعت الشل بتتقطع بماشينز، فطبعا كل ما وبعدين بيعملوا لها رولينج، يعني هي مش بس بتتقطع الشيت وبقى ستاندرد بقى يعني شيت، لان تصنيع سبيشال شيت سميك اكتر من ستاندرد شيتس اللي موجوده بيكلف تكلفه كبيره، يعني هو مش مستحيل بس بيكون تكلفته كبيره. طيب لو جبنا وقطعناه وكل ده تمام هيبقى لازم رولينج، لازم يحصل له رولينج عشان ياخد شكل الشيل، وبعدين لازم يحصل له ويلدنج بعد كده كمان. طبعا كل ده بتزود من التكلفة وبتخلينا في البريشرز العالية والكاباسيتي العالية نتجه إلى الووتر تيوب بويلرز بالنسبة لي. طب إيه اللي هيخلي الووتر تيوب بويلر تتحمل البريشر العالي وتشتغل في بريشر عالي؟ طب ما هو لنفس السبب الأساسي. هنا في الحالة دي لو تفتكروا حضراتكم إن إحنا بيسكلي الووتر تيوب بويلرز اختلاف عنها عن فاير تيوب بويلرز ان المية ماشية في المواسير، ومواسير طبعا صغيرة جدا عن السيم درام، عن الدرام الكاملة اللي هي موجودة بتاعت الشل، يعني فهنا بنتكلم على ماسورة. التاني الشل، البريشر في الغليات موجود في السيستم بتاع المية والبخار وليس موجود في الغازات. الغازات الاحتراق لا تمثل اي بريشر بالنسبة لنا، فالبريشر بارت هو البارت اللي فيه المية اللي بتتحول لبخار اللي هي في الحالة بتاعت ووتر تيوب بويلر زي المواسير. في حالة الفاير تيوب بويلر اللي داخل المواسير ده غاز ملوش بريشر، بريشر بسيط جدا بتاعه، انما الضغط بقى هو على الايه، على الشل اللي من ايه منبض. فاذا الووتر تيوب بويلر اللي هي موضوع المحاضرة بتاعت النهاردة هي البديل للكاباسيتيز الكبيرة والبريشر، لكن هذا لا يمنع ان الووتر تيوب بويلر بتصنع لكاباسيتيز صغيرة وبريشر صغير، يعني ما فيش عندك ليميتيشن. في ليميتيشن للفاير تيوب انه ما وصلش البريشر عالي وكاباسيتي عالية، بس بالنسبة للووتر تيوب ما فيش الليميتيشن دي، الليميتيشن دي غير موجودة. يعني ممكن قوي الووتر تيوب بويلر تكون تشتغل في الاتش في سي نوت كومن، لكنها ممكنه، مفيش ما يمنع ان تكون بتشتغل على ايه، على البريشر الواطي والايه والكاباسيتي الواطي بتاعه الايه، بتاعه الابلكيشن بتاعنا. ففي ليميت في الفاير تيوب بويلر، لكن مفيش ليميت للايه، الووتر تيوب بويلر. الووتر تيوب بويلر بتشتغل على بريشرز عاليه زي ما قلنا لحد الكريتيكال وسوبر كريتيكال، لكن في البريشرز الواطيه كمان ايه بتشتغل بالنسبه. ففي الحقيقه يعني في احنا ممكن نجد يعني ووتر تيوب بويلر شكلها من الخارج لو بصينا له هنقول ان ده فاير تيوب لان عامله شيل كده وبردك برنر ونفس الشكل الايه من الخارجي اللي يبان. طب هو تفرق هنا بقى ايه؟ لا، التفاصيل بقى لما نشوف كروس سكشن اريا هنلاقي حضراتكم ان اللي ماشي في التيوبز اللي هو الازرق هنا في الصوره هو المية، وإن الغازات أو الفاير هي اللي حوالين المية، يبقى دي typical water tube boiler بالنسبة. بس برضك هو هذا الشكل بهذا الطريقة اللي هو ممكن يشتغل في applications اللي هي يعني ممكن تكون heating أو حاجة زي كده. هو دي limited مش كتير لكنها ممكنة ومفيش ما يمنع من وجودها. طيب الغالبيه بقى العظمى للووتر تيوب بويلرز هي اندستريال وباور ستيشن بويلرز، اندستريال وباور ستيشن. دي طبعا اللي هو موضوع المحاضره الاساسي، واحنا عارفين ان ده ممكن يشتغل
يعني على رينج مختلف من التيمينج كاباسيتيز. يعني هذا ممكن يطلع لي 2000 طن، 555 كيلوغرام في السنه، ده ممكن يجيب لي حوالي 2000 طن، والبريشر ممكن يوصل ل 170 او اكثر. طبعا احنا اتفقنا انه ممكن يبقى عندي سوبر كريتيكال بريشر، كنا بنتكلم على الغالبيه يعني، ده اللي موجود على الاقل، ده اللي موجود كتير في ايه، في باور ستيشنز بتاعت مصر. طبعا في سوبر كريتيكال، لكن معظم الاير باور ستيشنز ايه سب كريتيكال بويلرز، والبريشر بتاعتنا في حدود ال 160 170. والسوبر هيت ستيم بردك ممكن بتوصل في الحاله دي الى 550 ديجريز سنتيجريد. الفكره الاساسيه في الووتر تيوب بويلر دي، ان احنا هنا عندنا يعني عباره عن سيركليتنج، بنسميه ايه؟ بنسميه سيركليتنج ووتر تيوب بويلر. يعني الموضوع سيركليتنج ووتر تيوب بويلر الحقيقه هو ده كونسبت لازم نفهمه دلوقتي. السيركليتنج ووتر تيوب بويلر بتتكون بيزيكلي كده، يعني لو دخلنا كده ده سكيماتيك عشان نفهم الفكره، لكن ما فيش غلايه بالشكل ده، يعني غلايه واحده كده بالشكل ده لا مش موجوده، بس هنا هندمونستريت يعني الفكره بتاعتها. ايه الفكره بتاعتنا اساسا؟ الفكره بتاعتنا ان احنا عندنا ميه هتكون متعرضه لهيت، في حراره جايه على الايه؟ على هذه الماسور، فهيحصل ان يحصل بويلنج للميه ويبتدي يكون فقاعات الايه؟ البخار، يعني يحصل ترانسفير او فيز تشينج او بارشل فيز تشينج في الايه؟ في الميه. وفي الحاله دي سواء احنا دافعينها او هي لوحدها هتطلع لاعلى، عشان الدنسي بتاعتنا ايه؟ هتكون بتخف، هتوصل هنا لحاجه اسمها الستيم درام. الستيم درام ده هنتكلم عليها في المحاضره لوحدها لان لها فانكشنز كتيره جدا، لكن عشان نفهم الصوره، هو اهم فانكشن في الستيم درام اللي بيعطينا فكره السيركيتنج بويلر، ان بيحصل سيبريشن للفيبر عن الساتوريتد ليكويد، وان الفيبر بتاعنا بيطلع من السيم درام، اما الساتوريتد ووتر فبيعاد تدويره في الايه؟ في الغلايه الثانيه. وبالتالي احنا يبقى عندنا هنا اهوت، ده بنسميه داون كامر، اللي هو بيعاد تدوير الساتوريتد ووتر اللي ما فيهاش بابلز، ما فيهاش بخار، لما هي ساتوريتد ووتر يعاد تدويرها تاني عشان تروح للمكان اللي تتعرض لايه؟ لاضافه الحراره، وده بنسميه الرايزر، وده بنسميه الرايزر ابرايزر. يبقى بيسكلي السيركليتنج ووتر تيوب بويلر بيسكلي مكونة من ثلاث أجزاء أساسيين. أبرايزر، الأبرايزر ده بيضاف عليه كمية حرارة، الحرارة دي زي ما هنشوف بقى كده ممكن تبقى بالراديشن أو بالكونفكشن أو الاتنين مع بعض، يعني بيبقى فيه أكتر من إيه؟ من تيوب. المهم إن بيبقى فيه تعرض للحرارة، ثم بيبقى فيه بويلنج، بيبتدي يحصل فيز تشينج ويحصل ان في فيبر، هذا الميكشر بيروح الى الستيم درام، وير الفانكشن الاولانيه او الاساسيه او الاهم هي ان يبقى في فصل لهذا البخار، يتحول من ليكويد فيز بقى فيبر فيز، يطلع بره الستيم درام تاني ويعاد تدوير الايه؟ الليكويد اللي هو ات ساتوريتد ايه؟ temperature بالنسبه لنا، لكن ليكويد فيز ينزل في الداون كامر عشان يعاد مره. يبقى هي دي فكره الايه؟ فكره السيركوليتنج ووتر تيوب بويلر، اللي هي يعني الجزء الاكبر من الووتر تيوب بويلرز بيبقى في الشكل. طبعا هنا بالنسبه لنا
السيركوليشن ده بيتم ازاي هنتكلم بعد كده فيه تفصيلا، لكن يعني احنا زي ما شايفين من الرسمة دي في هنلاقي ان في جزء منهم او احد الصور في بامب، البامب دي بتساعد على السيركوليشن، وفي من غير ايه بامب، لانه يعني نفس عملية الغليان وتكوين الفقاعات هذه بتجعل الايه تجعل الميكشر هنا خفيف، دنس بتاعته بتبقى خفيفة، فبتطلع ايه بتطلع الى ايه الى الخارج، يعني بتطلع ايه الخارج ايه مرة واحدة بالنسبة، فده طبعا يعني ايه بيبقى مرة واحدة تكون وابتدي ايه يلف اكتر. طبعا الووتر تيوب بويلر حتى السيركوليتنج ووتر تيوب بويلرز ممكن بيبقوا صغيرين، ممكن يبقوا ميديوم، ممكن يبقوا يعني ده بيشتغل في الاندستريز زي ما اتفقنا، وممكن بقى الحاجات الكبيره قوي تشتغل في الايه في الباور ستيشنز. الباور ستيشن فالووتر تيوب احنا اتفقنا قبل كده وبكرر تاني ان هو الفكره واحده لما سميناه سيركوليتنج ووتر تيوب بويلر، هذا الفكر ده او الموديول ده ممكن نلاقيه على غلاية صغيرة موجودة في مصنع، وممكن نلاقيه موجودة في باور ستيشن. من الحاجات المهمة بقى اللي هي يعني اهم في الووتر تيوب بويلر وهي اقل اهمية في الباور تيوب بويلر اللي هي التريتمنت، الووتر تريتمنت. الووتر تريتمنت دي بالنسبة لنا مهمة جدا بالنسبة للووتر تيوب بويلرز. ليه؟ لأن المية ماشية في المواسير الداخلية، فأي ترسبات فيها هتترسب على الماسورة، خلاف الفاير تيوب بويلر إن المية موجودة حوالين التيوبز، وبالتالي أي ترسبات هتنزل تحت في قاع الشل وليس تلتصق على الإيه؟ على التيوبز. وإن الليفل بتاع الكواليتي بتاعت المية والتريتمنت بتاعتي بتختلف وبتزيد كل ما زودنا الايه البريشر، يعني كل ما نزود في البريشر كل ما هنلاقي ان احنا محتاجين الى تريتمنت افضل بالنسبه ليفل اوف تريتمنت بالنسبه لنا، والريكويرمنت بالنسبه لنا والسبيكس بتاع الميه بتكون ايه مختلفه، كل ما يزيد البريشر كل ما يبقى عندنا دقه اكتر واهتمام اكتر بال. الووتر تيوب بويلرز سيركليتنجز طبعا هو ما فيش شك ان لازم يكون عندي ستيم درام، يعني طالما انا عندي سيركليتنج بويلر يبقى لازم عندي ستيم درام، لكن ممكن يكون عندي لور بنسميها ماد درام او ووتر درام كذلك في بعض الديزاينز، يعني او الووتر تيوب بويلرز بيبقى فيه ستيم درام ووتر درام، وفي بعضها تاني بيبقى عندي ستيم درام بس وما عنديش ايه ووتر درام بالنسبه. طبعا من ميزه الووتر تيوب بويلر لو تفتكروا حضراتكم احنا لما اتكلمنا على الفاير تيوب قلنا ان في كميه ميه كبيره بالنسبه للجاسس لان هي اللي في الشل والجاسس دي كميه صغيره، هنا بقى العكس كميه الميه صغيره بالنسبه للحجم بتاع الايه جاسس وحجم البويلر بالنسبة لنا، وبالتالي هنا عندنا يعني ممكن يكون في ايه في يعني عملية الايه الستيمينج كاباسيتي بتاعتنا والتغيرات بتاعتها ممكن انها ايه في الووتر تيوب بويلر تبقى يعني افضل، لان كمية المية اللي موجودة في لحظة واحدة تكون صغيرة، فاحنا لو عايزين نغير في الكمية نغير في البريشر بتاعنا ولا حاجه زي كده بتبقى سهله بالنسبه للايه الووتر تيوب بويلر عن الفاير تيوب بويلر، كميه الفاست كابابيلتي بتاعتنا والستيمنج هنا بتكون اسهل واسرع بالنسبه. طبعا احنا حطينا فكره كده بس بسيطه على الووتر تيوب بويلر سيركوليتنج، لكن هنخش في التفاصيل بعد كده، لكن الفكره الاساسيه ان اللي طالع من ستيم درام ده ساتوريتد ستيم، فلو انا عايز سوبر هيت ستيم يبقى بالنسبه لنا بقى لازم يكون عندنا ايه
يعني جزء كبير بقى تاني يعني ايه هيبقى محتاجين ان احنا نضيف تيوبس تانية هنسميها بقى الايه السوبر هيتر عشان تقدر تطلع لي ايه سوبر هيت ستيم، يعني هتسخن لي الساتوريتد ستيم اللي طالع من الايه من الستيم درام. بالنسبه الحقيقه الووتر تيوب بويلرز دي ممكن ان احنا نقول من كلاسيفاي از ناتشر سيركليتنج وفورس سيركليتنج بويلرز وانس ثرو بويلر. وان ثرو بقى ما هياش بقى ايه ما هياش سيركليتنج بقى، يعني احنا لما بنتكلم على الووتر تيوب بويلرز كلها بقى احنا الاول ابتدينا نتكلم على السيركليتنج وحطينا ستيم درام هو الاخر. لا احنا دلوقتي لو احنا بقى عايزين نتكلم على كلاسيفيكيشن الووتر تيوب بويلرز كلها ففيها طبعا السيركليتنج اللي هي هتبقى ممكن تبقى ناتشرال سيركليشن فورس سيركليشن، لكن كمان خلاف السيركليتنج ده عندنا ووتر تيوب بويلرز بنسميها وانس ثرو. وانس ثرو يعني ما تلفش تمشي على طول. طيب الناتشر سيركليتنج بويلرز اللي هي الحقيقه بتمثل كميه كبيره يعني 80% من الايه من الغليات حتى الباور ستيشن بويلرز اللي موجوده بتبقى ناتشرال سيركليتنج. ده الداون كامر زي ما شرحنا لحضراتكم، وده الايه الابرايزر. الابرايزر هو الجزء اللي بيبقى فيه الايه اللي معرض للحراره، وهنا الشكل بيبين ان فيه هيت اديشن، وبعدين بيروح للسيم درام. السيم درام ده بيفصل ايه بيفصل البخار بيطلع من هنا من الجزء ده، ممكن يبقى بس ساتوريتد ستيم اذا انا عايزه، او اذا كان في بقى ريكويرمنت سوبر هيتر بيروح لايه الجزء الثاني من الستيم جنريتور. وده الايه الداون كامر بالنسبه لنا. يبقى انا عندي هنا رايزر في هذا الرسمه عندنا لور مدرم او ووتر بيسموها مدرم او ووتر دي اللي هي موجوده تحت. الناتشرال سيركيليشن دي بتعتمد على ايه؟ انا ما عنديش اي درايفنج فورس غير البوينسي، ما عنديش اي درايفنج فورس غير البوينسي. طيب احنا هنا ده السهم طالع ليه للرايزر هنا ليه؟ ليه انا لما بسخن الفلو بيبقى لفوق؟ عشان اولا المايه بتسخن بنس بتاعتها بتقل حاجه صغيره، لكن لما يبقى عندي فيبر بقى فالفيبر ده الدنس بتاعته صغيره جدا، فالخليط بالنسبه لنا بيكون ايه؟ بيكون الدنس بتاعته قليله جدا بحيث بتبقى عايزه تطلع لفوق، عشان كده مسمين ده ايه؟ الرايزر. طب هنا بقى هنا لا ده سيريت الوتر تعتبر تقيله بالنسبه للجزء ده فبتنزل ويبقى في عندي الايه السيركوليشن بيكون موجود. يبقى ده الناتشر سيركوليشن بتعتمد على البوينسي. الناتشر سيركوليشن بتعتمد على البوينسي بالنسبه لي. الفورس سيركوليشن بقى لازم يكون عندي سيركوليتنج بامبس. هما في ناس يقول لك اسيستد سيركوليشن، يعني هي اسمها فورسد او اسيستد سيركيليشن. طب ليه اسمها اسيستد سيركيليشن؟ لان الكونسبت بتاع السيركيليشن اصلا موجود، وانما السيركيليتنج بامب دي بتساعد. طبعا بتساعد لما كمان احيانا بيبقى ليها لود كبير، لما العوامل اللي احنا هنشوفها دلوقتي المؤثره على البوينسي والدرايفنج فورس تقل يبقى احنا محتاجين لازم سيركيليتنج بامب او assisting a circulation تكون موجوده، لان قد يكون في الحاله دي natural circulation يعني صعب تحقيقها في الايه في هذه الغالبيه. فالاساس هنا بالنسبه لنا لو من احد الاحباب ان لو السمول density difference ما بين ده وما بين ده قل يبقى برضك محتاجين ايه لفورسز. طب هو الدنسي بيختلف ازاي؟ لو بصينا بقى للايه للكيرف ده نجد هنا الدنسي بتاع الميه بتقل مع الايه، يعني كل ما البريشر زاد هنا الدنسي بتاعتنا ايه بتقل، اما هنا ستيم بالنسبه لنا هنا ايه بيزيد. طبعا لو وصل هنا للكريتيكال بريشر بيبقى الايه مفيش فرق بين الدنسي ده والدنسي. يبقى في اللو بريشر اللو بريشر
الدنسي بتاعت المياه تقيلة قوي، كبيرة قوي بالنسبة للبخور. لو أنا عندي بريشرز شغالة بريشر واطي، يبقى هنا عندي درايفنج فورس وعندي ديفرنس في الدنس هنا كبير قوي. ديفرنس في الدنس هنا إيه؟ كبير قوي. يبقى هنا بقى هنبتدي نشوف ايه، نبتدي نشوف الـ Natural Circulation Principle او نشوف غلاية، يعني لان احنا قلنا الفكرة بس لكن ما شفناش شكل الغلاية. فهنا بالنسبة لنا بقى الغلايات اللي شغالة بالـ Natural Circulation بالنسبة لنا هيبقى داخلة هنا بايه؟ Feed Pump. لا طب واحد يقول لي الله 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 الله, الله. انت ازاي بتقول هنا في 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 بامب وبتقول ده ناتشرال سيركيليشن؟ انا لازم ادخل الليكويد ارفعه من البريشر بتاع الكوندنسيت الى البريشر بتاع الغلايه، ده لازم موجود. يعني زي ما كان عندنا بندرس حتى رانكين سايكل ولا حاجه، كان الكوندنسيت ده بعد كده بيبقى عندنا ايه؟ بامب، عشان ترفع البريشر من البريشر بتاع الكوندنسيت الى البريشر بتاع الغلايه. فدي فيد بامب، دي ما هياش اللي هي سيركليتنج بامب اللي موجوده في الفورست سيركليتنج بويلر. دي فيد بامب موجوده لكل الغلايات، لازم ادخل الميه في البريشر بتاعي بتاع الاوبريتنج بتاع البريشر بتاع الغلايه. فهنا ده الفيد بامب موجوده، ويخش بعد كده على جزء بنسميه الايكونومايزر. وايه هو الايكونومايزر ده؟ الايكونومايزر ده هو بيسخن لي الميه قبل ما تخش على الايه؟ على الستيم درام. يبقى الفانكشن بتاعت الايكونومايزر، الفانكشن بتاعت الايكونومايزر انها تسخن لي الميه قبل الايه؟ دخولها للستيم درام. طب بتسخنها بنستفيد بايه بقى؟ بتسخنها ازاي؟ بتستفيد بالغازات المحترقه في سكتها للايه؟ للخروج. يعني الغازات ده بتكون عطت الكميه الاكبر في الغلايه، في اجزاء الغلايه المختلفه، لكن بيكون لسه فيها انرجي. هذه الانرجي بتكون ايه؟ بتكون لسه يعني ممكن استفيد فيها، بدل ما اطلعها وارميها للايه؟ في الستاك، لا ان انا ايه؟ استفيد بيها، ان انا اسخن بيها الميه قبل ما ايه؟ ما تخش الى السيم. طبعا هنا مش بس احنا هنستفيد بشويه ثيرمال انرجي بدل ما تطلع، فدي كده بالنسبه لنا في ليتر بيت اوف ريكفري اوف ذا هيت، لكن كمان بنخلي المايه اللي داخله درجه حرارتها ايه؟ عاليه قريبه من الساتوريشن تمبرتشر، وبالتالي ما بيحصلش يعني بالنسبه للستيم درام ان يكون في عندي، ما انا عندي ستيم وعندي مايه ساتوريتد ستيم بالبريشر عالي، لو دخلت المايه هنا درجه حرارتها واطيه قوي يبقى هنا ممكن يبقى في ديفرنس كبير في الايه؟ في التمبرتشر، ممكن تسبب بعض يعني المشاكل التكنولوجيه زي ثيرمال ستريسز وحاجات زي كده. فمن ميزات الايكونومايزر انها لما ترفع الحراره بتعمل ريكفري للهيت، وفي نفس الوقت بتقلل لي ايه؟ المشاكل التكنولوجيه اللي ممكن تكون موجوده، او الثيرمال ستريس اللي ممكن تكون موجوده في السيم. لما بيكون عندي بقى دخلت الميه هنا في الستيم درام بالنسبه لنا، فطبعا انا عندي بقى الحته اللي فيها ايه؟ السيركوليشن دي اللي هي ما بين الايه؟ الرايزرز اهو، الايفابوريتورز اهي، وده الايه؟ الداون كامر بالنسبه لنا. رايزرز وهنا في الهيت داون، يبقى الميه هتخش، الفيد بالنسبه لنا هيخش من الستيم درام وهينزل داون كامر، وهنا ايه؟ بيطلع. في نفس الوقت بقى هنا بيبقى في جزء بقى بيتبخر، الجزء اللي بيتبخر هنا في الستيم درام هيروح للسوبر هيتر قبل ما يطلع بره الغلايه، اذا كنا محتاجين سوبر هيت ستيم، وده طبعا الغالبيه العظمى. والايه؟ الساتريتد ووتر بينزل تاني ويبتدي يتحرك. فانا عندي هنا عندي فيد وعندي ايه؟ سوبر هيتد ايه؟ طبعا الفيد اللي داخل ده لو عندي ستيدي ستيت كونديشن، يبقى الفيد اللي داخل هنا زي الايه؟ زي الخارج من الايه؟ من السوبر هيتد. طبعا هنا مختلف، هنا ايه؟
مختلف، هنتكلم على هنا على الكلام ده بعد ايه، بعد دقايق. لكن الستيدي ستيت لو عملنا ماس بالانس كده اهوت، لازم يكون الفيد اللي داخل هنا بتاعت الميه لازم يكون ماشي اللي هي السوبر هيتد ستيم اللي ايه اللي طالع. اما ما هو يطلع في الرايزرز فهو مختلف، لان اللي طلع الرايزر هنا خلي بالك مش كله طلع هنا، ده في تاني نازل ايه في الداون كامر بالنسبه لنا، وفي فيد موجود تاني، فيعني ايه في اكتر من ايه من عامل او اكتر من مكون للايفابوريتد تيوبز دي اللي هي الفلو اللي ماشي. هنا بالنسبة لنا بقى يعني ايه لازم لو بصينا هنا في الحتة دي نلاقي ان انا عندي هنا الايه الداون كامر. الداون كامر ده بيكون بره الغلاية، بيكون بره الغلاية. ليه بيكون بره الغلاية؟ لانه انا بالنسبة لي الداون كامر ده انا عايز طبعا بيبقى معزول بس يبقى بره الغلاية. ليه؟ لان انا عايز احافظ على درجة حرارته بس مش عايز اعليها. طب ما تحطش ليه بقى جوه الغلاية؟ لا، لو حط جوه الغلاية وتعرض لاضافة حرارة يبقى انا عندي هنا بقى ايه؟ ما عنديش سيركليتنج يعني بويلر، لان كل من الاثنين دول هيكون عايز يطلع الايه لما بيسخن يبقى الدنس بتاعته بيقل، ولو كون فقاعات يبقى هيبقى في درايفنج فورس انه يطلع فوق، يبقى كل الايه كل الاتجاه عايزه تطلع لايه لفوق بالنسبه لنا. لكن هنا الداون كامر ده لو هو خارج الغلايه وغير معرض للحراره يبقى درجه حرارته ايه زي ما هي، وهو طبعا تقيل كومبيرد للرايزرز اللي هي جوه الغلايه اللي هي متعرضه لايه الحراره طالعه بره، يبقى السيركيليشن هيكون موجود. يبقى هنا ما عندناش يعني ايه لازم ناخد بالنا ان الداون كامر ده. طب في بعض الغلايات الصغيره يبقى الداون كامر جوه الغلايه مفيش حاجه بره، ماشي، بس بيبقى معزول بقى. لو هو جوه الغلايه بيكون ايه في الحاجات الصغيره، لو هو جوه الغلايه بيكون ايه معزول عزل تام بحيث ما يبقاش في اضافه الحراره، خلاف طبعا الايفابوريتور اللي احنا بنعرضه مباشره للايه اذا كان للهب او للكونفكتيف جاسز، لان احنا عايزين الحراره تنتقل. فالداون كامر ده نورمالي بره الغلايه نورمالي، وطبعا الحاجات الكبيره كلها لازم تكون بره الغلايه، لكن يعني لو ان في ديزاين او في غلايه صغيره والداون كامر موجود جوه الغلايه لازم يكون معزول، لازم يكون معزول عزل حراري. طيب هنا بقى هنخش في حاجه اسمها السيركيليشن ريشيو. ايه موضوع السيركيليشن ريشيو دي؟ دي مهمه، لان احنا هنا لما جينا اتكلمنا قلنا يعني ان في جزء كبير من الووتر تيوب بويلرز بتبقى سيركيليتنج بويلرز. طالما هي سيركيليتنج في حاجه اسمها السيركيليشن ريشيو. فالسيركيليشن ريشيو دي بتتعرف على انها ايه؟ الماس فلو او ماس ريت اوف فلو بتاع الفلو اللي ماشي في الرايزر تيوبس على الماس فلو ريت بتاعت الجنريتد ايه؟ سوبر هيتد ستيم، اللي هي تساوي بردك ها الايه اللي داخل اللي هي الفيد. يبقى هنا بالنسبه لنا الايه السيركيليشن ريشيو اهي الديفينيشن بتاعتها، اللي هي الماس فلو ريت اللي في الرايزر على الماس فلو ريت اللي هي الايه الفيد او اللي طالع من الايه. لو انا بصيت كده يبقى ده الفلو ريت ده ماشي ده على سواء ان انا اقول على الفيد او على الايه سوبر هيت ستيم، هو المفروض دول هيكونوا ايه يساووا بعض. طبعا بالنسبه لنا يعني السيركيليشن ده بالنسبه لنا بيختلف بقى من غلايه لايه الى غلايه حسب الديزاين بالنسبه لنا يعني، لكن هو بالنسبه لنا ممكن بيكون يعني في حدود العشرة بالنسبه لنا او يعني اقل من كده شويه او اكتر من كده شويه. يعني الرقم بتاع 10 ده قريب للايه للتيبيكال سيركيليشن ريشوز اللي احنا بنشوفه ده، لانه سيركيليتنج بويلر يعني اي سيركيليتنج بويلر لازم يبقى فيه سيركيليشن ريشيو. طب لو انا عندي بقى وانس ثرو بويلرز ده احنا لسه ما شرحناهاش بس هنتكلم عليها بردك، لا ما فيهاش سيركيليشن بقى،
فهنا بالنسبة لنا يبقى هيبقى إيه؟ هيبقى السيركيشن ريشيو تساوي إيه؟ تساوي تساوي واحد. ما هي العوامل اللي بتؤثر على ناتشر سيركيشن؟ ما هي العوامل؟ ودلوقتي أنا عندي ناتشر سيركيشن، وبعد كده إحنا قلنا حتى إن في فورس سيركيشن، وقلنا فورس سيركيشن بيتعمل إمتى؟ لما يبقى فيه الفورسز بتاعت ناتشر سيركيشن مش كفاية، ولذلك إحنا قلنا إن الفورس ده أو assisted circulating boilers بيكون موجود، وفي بعض الـ assisted circulating boilers موجودة في مش منتشرة قوي. يعني إحنا قلنا إن natural circulation 80% من circulating boiler natural circulation، لكن هنا بالنسبة لنا الـ driving force بالنسبة لنا بيعتمد على عوامل مختلفة، منها هنا بالنسبة لنا الفرق ما بين الميكشر الدنسي بتاعت الميكشر دي بتاعت الايه بتاعت المية والبخار، وهنا ايه واللي هنا والمية. بالنسبة الفرق ده بيمثل لي درايفنج فورس، بيمثل لي هنا الايه البوينس بالنسبة. كذلك هنا بيبقى الفكرة كمان ايه في الديفرنس هنا بالنسبة لنا في الارتفاع، ما بين الارتفاع بتاع الستيم درام بالنسبه لنا وبين الايه الهيد هنا اللي هو الجزء الايه التحتاني ده اللي هو قبل ما يبقى ايه قبل ما فيه في الرايزر، لان ده عمود ميه وده هنا الايه اللي فيه الميكشر. فالفرق بين ده وبين ده هو بيؤثر هنا بالنسبه لنا. وبالتالي كل ما كانت الستيم درام دي عاليه يبقى عندنا هنا ايه هنا بالنسبه لنا هيكون ايه عندي ارتفاع كبير. فرق هنا بالنسبة لنا ايه ارتفاع كبير بالنسبة لنا، فبالتالي يبقى فيه circulating force كبيرة. هذه circulating force كبيرة بتخلي يعني الديزاين بتاعنا مش محتاج لبامب، مش محتاج لأي assistance، ومش محتاج لبامب. يبقى هو العاملين الأساسيين يا جماعة هو الارتفاع وارتفاع ده بالنسبة للجزء اللي تحت ده، والفرق ما بين الدنسي ده. طب هنا بالنسبة لنا يعني العوامل بقى اللي بتخلي ان الدرايفنج فورس يزيد، زي ما قلت لحضراتكم هنا بالنسبة لنا يعني الدرام بالنسبة لنا ده لو كان عالي يبقى طبعا فرق كبير. كمان هنا ايه يعني كذلك الدنسي، الفرق ما بين الدنسي هنا بتاع الداون كامر اللي نازل هنا وال يبقى ما فيش اي يعني ما فيش اي بابلز داخله، طبعا ده طبيعي لان لو دخل هنا بابلز نازله هنا في الداون كامر هتبقى مشكله، لان هنا في الحاله دي يبقى الفرق في الدنسي مش ميه بس، هنا في ميه وبخار. طبعا ده انلايكلي لكن ممكن، لان مع السطح ممكن ينزل فيه شويه. ففي حاجات في الديزاينز بتخلينا نمنع الايه دخول الحاجه دي. كذلك عمليه الايه الدنسي بتاعت الرايزر، ان انا يبقى عندي يعني كميه فيبر كبيره بالنسبه للايه للميه بالنسبه لي. كل ده تخلي الديفرنس كبير وتخلي بالنسبه لنا يبقى في حاجه يعني. طبعا هو في حاجه مهمه احنا نحب برضك نوضحها هنا، انا ليه عندي او ما اهميه او ليه عندي 80% من الغلات circulating boilers وحتى natural circulating boilers تحديدا. هنا دلوقتي انا عندي زي ما قلت لحضرتك هنا في فرق في الدنستي ما بين البخار والميه كبير، وده شفناه في الكيرف اظن اهو الكيرف ده في فرق كبير هنا في الايه ده. طبعا يبقى في ما دام في فرق في الدنسي كده يبقى كمان في فرق في specific volume. السبيسيفيك فوليوم بيبقى عكسي بقى، يعني السبيسيفيك فوليوم هنا بالنسبه لنا بتاع البخار هو الكبير قوي، والسبيسيفيك فوليوم بتاع الميه هو الايه هو القليل قوي. يعني هنا بالنسبه لنا انا وانا بعرض المواسير رايزرز دي للحراره، البابلز اللي فيها دي هتبقى الفوليوم بتاعها كبير قوي بالنسبه للفوليوم بتاع الميه اللي كانت موجوده. طيب انا بقى لو انا عايز ابخر ده كومبليتلي مره واحده، طيب هنا بقى يبقى الفوليوم تشينج هيبقى كبير قوي.
بالذات في البريشرز اللي هي مش كريتيكال بريشر، لان كريتيكال بريشر ما فيش فرق في الدنسي، ما فيش فرق في الايه سبيك فوليوم، لكن في اللو بريشرز في فرق كبير جدا ما بين الايه السبيك فوليوم بتاع البخار والسبيك فوليوم بتاع الميه. وبالتالي انا لو انا حولت هنا في اللو بريشر كميه كبيره جدا من البخار مره واحده، هلاقي ان الفلو ما يمشيش، لانه الفوليوم بتاعي هيزيد بكميه كبيره جدا مره واحده، فبالتالي الفلو بتاع الميه او الميكشر ما يمشيش، لان الفوليوم بقى عالي قوي 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 مره واحده. فبالتالي احنا لما بنيجي نعمل بقى هنا سيركوليتنج بويلر، اولا بنخلي كميه الحراره اللي رايحه للتيوبس عشان تعمل ايفابوريشن تكون قليله، عن لو كانت عايزه تبخر كل الفلو. لان طبعا هنا لو احنا حسبنا بمجرد سيمبل كالكوليشنز الكميه هنا فانكشن طبعا في الايه في الفويد بتاعي، يعني قد ايه تبخر وقد ايه ما تبخرش بالنسبه لنا، يبقى دي كميه الحراره المضافه. كل ما كان كميه الفيبر تبخر اكتر يبقى محتاج حراره اكتر. طبعا يبقى هنا هيت ريت بتاعنا لما بنعمل سيركليتنج بويلرز يبقى كمان الهيت ريت اللي رايح على المواسير ايه اقل من الهيت ريت اللي رايح على الايه وانس او بويلرز، بتبخر جزء صغير. يبقى هنا الفلكس اللي رايح على التيوبز يكون اقل، وبالتالي ممكن استخدم ماتيريالز بتاع طبعا مغليات تستحمل الايه الفلكس ده، لكنها يعني لو انا هضطر ان انا اعمله مره واحده لا، ده كان هيبقى بقى الفلكس عالي اكتر من كده، وبالتالي هيبقى فيري 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 سبيشال تايب اوف ايه. زائد زي ما قلت لحضرتك الايه نسبه الفلو بتاعي التشينج اوف فوليوم بالنسبه لنا عشان يمشي بردك عشان يمشي والبريشر واطيه ما اقدرش. فبالتالي انا لما اتكلم هنا ان انا بعمل سيركيليشن ريشيو 10 مرات ولا حتى اكتر من كده بالنسبة لنا، يبقى معنى كده ان كمية الفوليوم الزيادة هنا في 10% بس مش في التوتل، لان هنا 90% مية و10% ايه 10% ايه بخار، وبالتالي هنا بالنسبة لنا الشينج في الفوليوم في جزء صغير، فالتوتل شينج في الفوليوم في المواسير يكون محتمل بالنسبة لنا، والفلو يكون ايه مستمر ويبقى ايه ويبقى على طول بالنسبة لنا، وطبعا ده تعتبر يعني ميزة كويسة. البويلينج اللي بيتم طبعا هنا واحنا يمكن المفروض اخدنا الكلام ده في الهيت ترانسفير، ان انا بيبقى عندي المية ماشية ليكويد فيز، وبعدين بيبتدي يبقى عندي بابلي فلو يعني شوية بابلز، وبعدين هنا يبتدي يحصل بقى سلاج فلو. سلاج فلو ده يعني بيبقى فيه شانكس كده كبيرة قوي، شانكس كبيرة قوي من الايه من الفلو بتكون موجود، وبعدين بتحول بقى كله الى فيبر، ويبقى فيه دروبلتس اوف ووتر، ودروبلتس اوف ووتر تقل لحد ما يحصل عندي هنا يبقى ايه سنجل فيز. هنا سنجل فيز ليكويد وهنا سنجل فيز ايه فيبر بالنسبة. طيب هنا في حاجة برضك بتخليني يعني خليني السيركليتنج بويلر لها ايه لها ادفانتج بتاعتها، اللي هي موضوع الهيت ترانسفير كرايسيس ايه او ديبارتشر فروم نيوكليت بويلنج. برضك المفروض ده انت خدته في الهيت ترانسفير المفروض يعني. طيب ايه الفكرة بتاعته بالنسبة لنا في الغليات؟ الفكره بتاعته في الغليات هنا بالنسبه لنا ايه؟ ان انا عندي هنا الجزء التيوب لو هي ميه فهنا انا عندي الفلكس بتاعي على طول. يبتدي هنا يبقى فيه بابلز، الليكويد اللي جنبه هنا خدت الحراره ما عنديش مشكله فيها لان ليكويد فيز خدت الحراره. كل ما يبتدي بقى يبقى عندي هنا شانكس اوف فيبر جنب الماسوره او متسق بالماسوره، كل ما الهيت ريت اللي رايح هنا بالنسبة لنا للمية يبتدي ايه يبتدي يقل، يبتدي ايه يقل بالنسبة لنا. ليه؟
لان الليكويد الميه هتاخد اكتر حراره عن الفيب عن البابل. فلو احنا وصلنا هنا بقى للايه نبقى فيه هنا حاجه بيحصل هنا ايه كريتيكال هيت فلكس، الحراره اللي رايحه للتوب نفسها مش هتروح للميه، فطبعا هنا يحصل بقى اوفر هيتنج التوب نفسها يحصل لها اوفر هيتنج. ما هو اساس الهيت بالانس هنا بالنسبه لنا عشان يبقى عندي ستيدي ستيت والمواسير تكون في حاله كويسه، ان الحراره اللي رايحه المواسير تمتص بالايه بالميه او بخليط الميه والبخار اللي موجوده فيها عشان يبقى الهيت انبوت يساوي الهيت اوتبوت، مش كده؟ او هيت جنريتد هو استفدنا بيه. طيب لو حصل خلل ان جاء جنب المواسير دي او جنب المواسير سيرفيس دي شانكس اوف ايه شانكس اوف فيبر، وخلى الحراره المنتقله من الجاسس للتيوب اللي هي عاليه جدا ما تروحش للفيبر، يبقى هتروح فين؟ هتعلي درجه حراره الايه التيوبس، هتعلي درجه حراره التيوبس، وبالتالي ممكن يحصل فيها هنا يعني ايه مشكله، وبالتالي يبقى عندي هنا الايه الكريتيكال ايه هيت فلكس. يبقى يعني الهيت فلكس ده اللي رايح للايه للميه، ده اللي رايح للايه للميه او الميكشر. تبص ينزل مره واحده، لما ينزل بالنسبه لنا مره واحده ده اللي هو ما نسميه الكريتيكال هيت فلكس، يحصل فيه ايه؟ يحصل ديبارشر فروم نيوكليت بويلينج. ما هو ده الثاني كان نيوكليت بويلينج، هنا بيحصل ديبارشر فروم نيوكليت بويلينج، وبالتالي بيحصل حاجه اسمها هيت ترانسفير كرايسيس، الماسوره حصل لها بيرن اوت، او يبقى وصلنا ما نسميه الكريتيكال هيت فلكس بالنسبه او دراي اوت. طبعا دي احنا مش عايزين نوصل لهذا الكلام بالنسبه للايه للمواسير، لان ده تقدر انها تعمل ايه تحرق الايه تحرق المواسير بالنسبه لنا لو كانت غير معده لتحمل هذه درجه الايه الحراره العاليه بالنسبه. هنا دي ترانسفير كرايسيس تكون موجوده لو ان احنا في الماتيريال بتاعتي ماتيريال عاديه، والمفروض ان يكون في هنا يعني سيركيليشن ريشيو عالي ولكن ما حصلش، فبالتالي حصل الشانكس دي جنب الايه جنب التيوب وول، وبالتالي ما خدش الحراره دي التيوبز اتحرق بالنسبه التيوبز اتحرق بالنسبه. يبقى شوف حضرتك عندنا هنا عوامل مختلفه تخلي هنا السيركيليتنج بويلرز هنا بالنسبه لنا والمحافظه على السيركيليشن ريشيو بالنسبه لي يكون دايما في سيركيليشن، دي من الايه من الميزات اللي مش بس تخلي الاداء جيد، تمنع حدوث حرق للايه لمواسير الرايزرز عشان دايما بيكونوا ووشد او كولد. خلي بالك هنا اللي بيعمل كولينج، يعني احنا لو اتكلمنا على هيت ترانسفير شويه، اللي بيعمل كولينج للمواسير ايه؟ اللي بيعمل كولينج للمواسير هي الميكشرز بتاعت الميه والبخار ده بالنسبه للرايزر، وحتى في السوبر هيتر بتبقى الستيم هي اللي بتعمل كولينج للمواسير. ليه؟ لان فين السخن وفين البارد؟ طبعا عارفين انتم الهيت ترانسفير دايما في ساخن وبارد، في الحاله دي الساخن هو الجاسس والبارد هو البخار او الميه او سوبر هيتد ستيم. طالما في انتقال حراره، طالما في عندي انا هنا انتقال حراره، بيبقى من الايه؟ بيبقى من الغازات للمواسير بالنسبه لنا، ومن الماسوره للايه الميكسر بتاعي في حاله الايه الرايزر بالنسبه لنا. وبالتالي ده اللي ده الكولنت، احنا ممكن نقول ان ده كولنت في الحاله دي الرايزر، الكولنت بتاعه هو الميكسر بتاع الميه والبخار. ولما نخش بعد كده في السوبر هيتر هنقول لك ان السوبر هيت ستيم از كولنت للمواسير بتاعه الايه، لان انتقال الحراره معروف ان هو من السخن للبارد، فمش معنى ان اللي جوه ده ساخن وبخار ان هو يكون ساخن، لا هو في اسخن منه اللي هو الغازات المحترقه، والحراره تنتقل من الساخن الى الايه الابرد، او مش عايزين نقول بقى البارد اللي ابرد منه، يعني ده ساخن وده سخونيته اقل، فبتنتقل من السخونيه العاليه للسخونيه الايه الاقل عشان يبقى. النوع الثاني بقى من الغلاليات اللي احنا بنقول لحضرتك عليها اسمها assisted او forced circulating boilers. طبعا ده بالنسبه لنا محتاجه الى يعني
ترومبا عشان circulating pump عشان تساعد العملية circulation لما بيكون هنا بالنسبة لنا difference بالنسبة لنا يعني في densities قليلة يعني very high pressures ممكن أنا محتاج إن أنا إيه أعمل يعني assisted إيه circulation لأن طبعا density difference إيه قلت بين الاثنين بالنسبة لنا. وبالتالي الـ assisted circulation ده يعني بيكون على pressures إيه الكبيرة ما ينفعش هنا بالنسبة لنا على البريشرز الايه الصغيرة لان ما احناش محتاجينه بالنسبة. طيب هنا بقى بيبقى فيه ترومبا يعني هو الترومبا دي غالبا بتبقى تحت هنا اهوت عشان تسحب الايه الليكويد كولوم يعني لكن في الرسمة خلي بالك دي السيركليتنج بامب ودي الفيد بامب. احنا قلنا ان الفيد بامب دي موجودة في جميع انواع الغلايات لازم ارفع البريشر بتاع الاوبريشن هنا لعن البريشر اللي هو بتاع الكوندنسيت بتاع او الفيد عندي اللي هو درجه حرارته ايه يعني البريشر بتاعه واطي لازم ادخله على البريشر بتاع الغلايه. طبعا لو انا دخلت ان انا عندي مثلا باور ستيشن طب الكوندنسر بقى اشوف البريشر بتاعه كام وبعدين البريشر بتاعي 170 بار طب ايه اللي هيرفع البريشر؟ بامبس بقى بامبس هنا بترفع الايه البريشر هنا عشان تدخله على البريشر بتاعنا بالنسبة. غالبا هنا دي بتبقى تحت هنا عشان تسحب الايه ده وتضغط للايه تضغط الليكويد تدخله هنا ويحصل هنا الايه الرايزرز بقى تعرض للحراره ويبقى في سيركيشن هنا. طبعا انا يهمني ده يكون يعني عشان معروف بالنسبه لنا بالنسبه للترومبات اللي بتتعامل مع ليكويد ساخن وبالذات ده بقى ساتوريتد لازم يبقى عليها كولوم هيد عالي تكون تحت. ليه تكون تحت؟ اي بامب يا جماعه لما بتيجي تشتغل السكشن سايد بيبقى فيه البريشر بيقل فلازم يبقى عليها يعني بوزيتيف سكشن هيد عالي عشان الايه السكشن ده ما ينزلهاش. طب وهنا بالنسبه لنا مهم قوي في الابلكيشن بتاعتنا في الغليات عن الابلكيشنز المايه العاديه. ليه؟ لان هنا عندي المايه اصلا درجه حرارتها عاليه دي ساتوريتد تمبرتشر فلو نزل الضغط بتاعها شويه تتحول لفيبر. مش كده ولا ايه؟ ما هنا بالنسبه لنا الحراره والبريشر بالنسبه لنا هنا ايه اللي بتحدد الستيت بتاعي. درجه الحراره والبريشر بتاعنا، احنا عارفين عمليه البويلنج دي بتيجي من ان انا عندي الساتوريشن تمبرتشر دي بتزيد مع البريشر، مش كده ولا ايه؟ وبتقل مع الايه؟ كل ما ننزل البريشر بالنسبه لنا. يبقى درجة الحرارة تكون ساتوريتد ووتر عندي في درجة حرارة عالية بريشر عالي لو نزل البريشر هيبقى لا هتبقى درجة الحرارة دي أعلى من الإيه من ساتوريشن بريشر كورسبوندنج للإيه للنيو بريشر بتاعها. فبنلاحظ إن دايما دي تكون إيه تكون تحت السيركليتنج بامبس عشان يكون عليها بوزيتيف سكشن هيد كبيرة بالنسبة لنا ويكون موجود عليها نقدر إن إحنا ناخدها وتخش تاني بالنسبة. هنا بقى في حاجة مهمة إضافية كده على الفلو ديستريبيوشن للإيه في الرايزرز. الفلو ديستريبيوشن بالنسبة لنا في الرايزرز دي مهمة. إحنا لما جينا اتكلمنا عليها ما قلناش هذا الكلام في الناتشر سيركيتنج بويلرز فهنرجع نتكلم عليها تاني لأن دي إيه نقطة مهمة جدا. إيه لما احنا دلوقتي اتكلمنا على عملية ان انا بطلع هنا ايه المية متوزعة على الحتة دي عشان الكميات بتاعنا تكون ايه تكون مظبوطة. فانا هنا بالنسبة لنا برضك اذا كان انا عندي يعني تخيل احنا مثلا الغرفة المدرج اللي احنا قاعدين فيه او الغرفة اللي قاعدين فيه هي دي اللي ايه هي دي اللي فيها الغلاية وان في الداخل فيه هو الايه هو الفورم بالنسبة. فهنا بالنسبة لنا ده أنا لازم أوزع الليكويد بتاعي على كل الإيه على كل التيوبز إيكولي على كل التيوبز إيكولي. فعشان أوزعه إيكولي يبقى هنا بالنسبة لنا لازم أضمن وهنشوف الكلام ده لما نيجي نتكلم على الديتيلز
بتاعت الايه يعني الكومبوننتس المختلفه. لكن هنا ديفينتلي هنتكلم تاني على ازاي احنا بنحافظ على توزيع الميه والميكشر تكون، والا هيبقى في واحده فيهم اقل من التانيين ومتعرضين لحراره ايكوال، يبقى هنا بالنسبه لنا يبقى في واحد فيهم هيحصل فيه ايه ايفابوريشن اكتر من ايه من التاني، يبقى عندي هنا ايه uneven distribution of flow uneven distribution of heat، هيبقى في عندي مشكله كده. فبالنسبه لنا يعني دي نقطه مهمه وهنرجع لها تاني في الايه في المحاضرات السابقه. لكن هنا بالنسبه لنا في عندنا ما نسميه flow distribution او flow limiters، بيكونوا موجودين الفلو ليميترز دي بقى ايه في سكه التيوبس عشان اللي جنب البامب ما يضغطش كميه اكبر للتيوبس اللي جنبيها، والتيوبس الثانيه اللي بعيده ما توصلهاش ايه ميه بنفس القدر، ويبقى عندي بردك ايه مشكله في توزيع الحراري وتوزيع تغيير الايه او الايفابوريشن ريتس بتاعتها. فهنا دي عباره عن فلو ليميترز لضمان ان الفلو اللي ماشي في الرايزرز في حالة الايه في حالة الفورس سيركوليشن او الاسيست سيركوليشن تكون اتش ايكوال للايه للفلو ريت بالنسبة له، يعني بيعمل ليميترز يعني بيقلل الفلو في حتت اللي هي قريبة للبامبس عشان هو اصلا في بريشر عالي من البامب بالنسبة لنا اللي داخله، وبالتالي يعني ممكن يبقى الفلو هنا اكتر من ايه من الفلو اللي بعيد عنه. طيب اخر حاجة هنتكلم فيها اللي هي في المحاضرة دي ان احنا زي ما قلنا احنا عندنا ان احنا بنتكلم عن ووتر تيوب بويلرز ان جنرال، زي ما اتكلمنا على السيركوليتنج بويلرز اللي هي ببساطه فيها كده ستيم درام، وفي هنا عندي رايزر طبعا قلنا في دان كفر وشرحناه، في عندي بقى هنا ما نسميه وانس ثرو بويلرز، ده بردك نوع تاني من الووتر تيوب بويلرز بيحصل فيه ايفابوريشن مره واحده، والهيت انبوت بتاعنا بيبقى جاي وبيحصل هنا بيخش هنا ميه مجموعه من التيوبز ويطلع ستيم، ما فيش اي سيركيليشن ولا يعني. طبعا هنا بالنسبه لنا اكيد لازم تبقوا عارفين ان ده الوان ثرو بويلرز، يعني احنا مش هنختلف عما قلناه هناك، لكن ده بيبقى سبيشال تايب. السبيشال تايب هنا ما بيبقاش بقى فيه سيركيليشن بالنسبه لنا، وبالتالي بيكون سيركيليشن واحد لانه يخش على طول ويطلع مره واحده. وكذلك هنا طبعا اكيد بيبقى في سبيشال ماتيريال، سبيشال ماتيريال فيري هاي جريد ماتيريال عشان يتحمل الفلكس العادي العالي بالنسبه لنا، وكذلك البريشرز بتبقى عاليه بحيث التشينج في الفوليوم بيبقى مش كبير. يبقى الوان ثرو بويلرز دي يعني از تيبيكال بالنسبه لنا فور الهاي بريشر هاي بريشرز فيري هاي بريشرز، وبتبقى محتاجه سبيشال ايه ماتيريالز بالنسبه محتاج يعني طبعا زي ما انتم شايفين اهو البريشرز ممكن توصل لايه البريشرز عاليه جدا عشان هو ما هو يعني اذروايز احنا مش محتاجين اكتر، ده يعني ما فيش مانع يبقى اقل من هنا من كده، لكن هو ما هوش بريشر واطي، يعني ما ينفعش يبقى عندي وان ثرو بويلر ببريشرز واطي لان كده يبقى التشينج اوف فوليوم هيكون ايه كبير وهيبقى عامل عندي مشكله كبيره بالنسبه. كذلك التيوبز نفسها زي ما قلنا هي كمان تيوب سبيشال ماتيريال، ماتيريال يعني يتحمل درجه الحراره، لكن كمان هنا بالنسبه لنا عاملين له يعني زي هنا ايه يعني في هنا ايه ريفلز كده صغيره عشان ايه بقى؟ عشان تخلي الفيبر هنا اللي يتكون ما يبقاش ملاصق للوولز، يبقى فيه لسه بردك هنا ايه شويه ميه موجودين ما بين الايه هذه الجزيئات بحيث ان درجه الحراره بتاعتها يعني ما يبقاش فيه كونتاكت مباشر الفيبر للايه لكل اجزاء الوولز، ويبقى فيه نوع من الكولينج يعني بالايه للميه في هذا الجزء بالنسبه. يبقى السبيشال ديزاين الوان ثرو بويلر هيكون فيه البريشرز عاليه وهيكون سبيشال ماتيريالز، كمان التيوبز بتكون مصنعه بطريقه انها تمنع الايه الدراي اوت بالنسبه لنا او اللي هو الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الايه الحراره انك تزيد قوي هنا بالنسبه لنا. فطبعا ده بيبقى فيري اكسبنسيف مش بس عشان الماتيريالز اللي فيها سبايرال كده او ريفت وولز يعني، لا ده كمان بالنسبه لنا بتكون ماتيريال ايه ماتيريال عاليه جدا عشان تقلل من الايه من فرصه حدوث الدراي اوت.
شكرا، وإن شاء الله يعني المرة الجاية إن شاء الله نخش في أجزاء إضافية لهذا الإيه